احتجاجنا اول شيء من حيث المبدا انه اتخذوا القرار بدون ما يرجعوا لاصحاب الشان اللي هم احنا اللي نوضح لهم مش كل مشاكل في النقل. مره واحده اجل الشرطه علينا والبلديه بقولوا يلا قيموا السيارات، هاي واحد اذا من حيث المبدا. الشغله الثانيه اللي هي الاهم، احنا من ما خلقنا، انا عمري 50 55 سنه وهو معروف هاي خط بلدنا. تعال لاي راكب بيعرف عنوان، لا حتى المغتربين كرج فرعون شوفي. بدهم ينقلونا بقول لك انه عاملين ازمه، احنا مش عاملين ازمه، سيارات برايفت بتوقف، عاملين لنا شارع، ما فيش مواقف، مظلات، نفس البديل اللي بدهم ينقلونا عليه برضه ما فيش مظلات، اذا شو اللي تغير؟ المواطن بيروح بعبي، احنا خطوط قرى. بيجي بتسوق الواحد بتلاقي محمل نص السياره اغراض لبيته. بدك تنقله مشي اخرى كيلو زياده، هاي على سبيل المثال هاي حجة هي اغراضها مش عارفة لهينا، بتقول لك انا باخذ تاكسي ولا بمشي اخرى كيلو من وسط البلد. فمش عارفين يعني انبياء بتاخذوا قرارات من راسهم بدون حتى ما يرجعونا يتشاور معنا شو المشكله اللي عندنا بالضبط. مش عارفين، بقول لك النقابه، اي نقابه؟ احنا ما بنعرفش نقابه اصلا، ما فيش الا نقابه يعني، ما حداش اجى شاورنا. كان اجتمعوا مجلس السير، مين مجلس السير؟ بلديه، شرطه، بلديه، نقابه، ما عندناش نقابه اصلا، ولا شفنا حدا، ولا حدا شاورنا شو عندكم شو كذا 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 كذا، الا مره واحده وكانه قران. اول شيء اعتراض فيش وسع، اول شغله لما احنا رحنا على دائره السير بقول لك 15 20 سياره داخلي والباقي خارجي بالشارع، معناته احنا وقفنا هناك بالشارع وهم بالشارع. ليش انا ما ترتب لي هذا البرايفت؟ ليش توقف هون؟ ليش انا ادفع على هذه وهي واقفه؟ انا اصف بالشارع؟ انا ادفع في الشهر عن هذه اللي بتوقف محلي؟ انا باجي بقول هكيمي بتكاتل انا وياه، بترن على الشرطه بيجي الشرطه بيقول لك ايش حدا؟ ما حد حاميني. انا كل شغلي يوميا السياره اشتغلت ما اشتغلتش 100 شيكل للدولي، معناته انا شو مستفيد؟ صار الوضع ارمي المفاتيح روح اشتغل كعدي، هاي شغل هجره، هجرونا مع السلامه بالناقص انا خليهن. انا لما قاعد بشتغل بس للدولي، معنى شو استفدت انا؟ بيطلع لي 50 60 شيء وطلع لي 100، شو بدنا نعمل؟ جامعه ومدارس ومصاريف، يعني الوضع ما بيتحمل زياده عن هيك. محلات هذه هي اللي هون رزقتها على مين؟ بصير معناته الواحد بده يحمل له ظرف بقول لك بشتري من غاد اقرب لي. ليش مثلا هذول معناته انقطعت رزقتهم؟ بكره المحلات بتصير تنكل لك قدام. تقول ليش اي واحد ولد صغير كل اللي يروح يقطع المفرك لحالك؟ ما بيقطع. قبل يومين شو عملوا للولد اللي اندهس على المفرك؟ سيارات رايحه جاي. فيش خط مشاه، فيش 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 الى اخره. هناك الكفريات راحت على راسي، كل احترام، اذا هم بدهم فيش مشكله، احنا اذا احنا مرتبين هون، ثمان سيارات هون، ثمان سيارات هون، فيش مجال. كميل البرايفت يعطيك العافيه، الشارع مفتوح، بدهم نوقع لهم على وراك على عريضه على اي شيء بدهم اياه، احنا مستعدين. احكي من الاخر كل الدوله واقفه على العمومي. من الاخر ظالمين العمومي، العمومي بده يضطر يشتغل في اشياء ممنوعه يجيب قوت اولاده. عدم المؤاخذه انا ابني بده يطلع من باب من باب الدار. ما وفر لهش كوتو، انا بدي اشتغل على شيء ممنوع. فيش قرار من بلديات من سلطه شيء حامل عمومي، اي شيء مستهدف العمومي. سيارات برايفت 24 ساعه شغاله، انا ابقى اوقف والبرايفت يحمل كبالي. تيجي تتكاتل انت والبرايفت بتروح يومين ما تنزلش، بنضلنا محبوسين. ف كدائره حكومه الاحتجاج على الموقف، يعني واحد بكل كراج صار له 35 سنه موجود. ناس تخيل هي بتقول لك معها سكري، اللي معها جلطه، اللي معها ضغط، تخيل هي بتحمل مسؤوليه اذا صار حوادث ايش على المفرق هناك، وانت علمك في الناس اللي طالعه. طلاب المدارس احنا بنبقى 10 سيارات وبنبقى نساعد فيهم، ما حدا بنغطى على سيارات مدارس. احنا بنرجع من سموية المعاطف ووزير الوزراء انه ينظر في العمومي، تضطرناش نشتغل إشي ممنوع اللي نجيب كوت اولادنا. ومختصر مفيد، احنا يا عمي بنحتاج هون بالنسبه لنكنا، لانه احنا اول شيء سرفيس داخلي، وثاني شغله لما بدهم ينقلونا غاد احنا خطنا ببلش من دوار من ديوان الجلاد لكفا. هسه مجرد ما نقلونا هناك هاي المنطقه كلها تراحت من عندنا، اللي هو جامع مخبز ال شو اسمه الفرنسي، وهذول كلهم ركابنا راحوا مش رح يجوا معنا، لانه احنا بدنا ننزل من خط ارتاح الشارع ارتاح. وثاني شغلة عندنا يا عمي أطفال صغار صف أول وثاني وبنات صغار بيجوا من المدارس اللي هون، يعني من المدرسة لهون من عند سام لهون بيبقوا ماشيين زيك زيك، بدك يقطعوا مفترق خطر، إحنا كبار بنقدرش نمركم من السرعة.
فاحنا بنطالب انه يا عمي احنا بدناش ننتقل من هون نهائيا. صار لي 70 سنه فاخذ الكراج هو، ليش بده يتغير هسه؟ بيا قانون بيا شرع بده يتغير. طب ليه بدك تتغلبي يا حجه؟ لما انا حامله ظروفي بهذه الايد، هذه ايدي فعلتي بقدرش اكل، شو بوصلني لهناك؟ شو بوصلنا؟ وهون اقرب لنا واريح لنا للبلد للمجموعه كلياتها، مش بس لشوفه لفرعون لشفريات كله هذا الكراج هذا غلط، ناكلنا هناك غلط، اللي بدهم يعملوه هون يعملوه هناك صح؟ مش بدهم يعملوا هون محل شيء؟ يعملوه هناك. بدهم يعملوا بسطات ولا اي شيء ما يعملوا، يعملوا هناك. والكراج هذا الكراج غلط هذا، من الصبح لهسه جيت افحص سكري وضغط في الصحه، من الصبح جيت من الثمانية بكيت هون لهسه عيات فيش مش عارف نروح، انا راسي انسطر. اول شيء الحياه مش بالعباطه بتمشي، ببلغوهم اقل شيء قبلها بشهر، هذا شغلي. الشغله الثانيه لما انا عندي كوم اغراض هون، كيف بدنا ناكل غاد؟ يعني نظام حياه ماشيين عليه، اقل ما فيها وفر عربيات نروح فيها، اقل ما فيها يعني. وهون في عندك شارع الرئيسي هون باختلاف، يعني ولد صغير ماشي داعس السيارة بيتحمل مسؤوليته، كل الناس جايين هون، يعني ليش هالتغيير هالآن في هذا الوقت يعني؟ والشباب اللي هون متعودين على نظام حياة ماشيين عليه وما مش مأثرين ولا على أي محل، وغير المحلات هاي اللي مسكرة قدامك هون، ليش سكرت؟ كل هاي رزقتهم راح تنقطع، كراج معروف، يعني اسم علم، احنا أي تاكسي نوصل عليه، أي سيارة، أي مكان بنروح عليه، وين أنتوا والله احنا في كراجات فرعون. هذا بيأثر ضرر كبير على المنطقة كلها. يعني هذا باعتبار إحياء منطقة على حساب منطقة، يعني هاي المنطقة راح تنقتل، يعني هذه الكراجات موجودة من فترة طويلة تقريبا من آخر الستينات موجودة، وأغلب القرى هنا عارفين هنا المنطقة كلها وبيجوا عليها وبيجوا على أصحاب المحلات. إحنا لذلك نطلب من الجهات المعنية إنها تراجع هذا القرار وإعادة دراسته وإعادة تقييمه وتنظيمه وتوجيهه بطريقة سليمة، بحيث يترتب عليه منفعة للجميع مش منفعة لجهة دون أخرى. لذلك احنا بنشكركم وبارك الله فيكم. انا ساكن في المنطقه هاي و60 او 70 سنه صار له الكراج هون وما شاء الله عنهم. هسه المشكله الناس، يعني اللي في الكفريات، الناس اللي في المنطقه الفرعون، مش حرام عليهم بدهم يجيبوا اغراض من غاد ويودوهم على لازم مشي وبعدوهم كربوهم؟ مش مشكله للسيارات، مشكله الناس، وينهم اهل فرعون؟ وين اهل شوفي؟ وين اهل الله؟ مشكله ان بدل ما تكربوهم على السوق والناس براحتها، انتكم بتودوه وتبعدوهم. بداية كل الشكر والتقدير لتلفزيون الفجر الجديد اللي دائما متابع قضايا الناس وهمومهم ومتواصلين بشكل دائم مع بلدية طول كرم. يعني موضوع الكراجات الحقيقة احنا ضمن خطة في البلدية لتخفيف الضغط على مركز المدينة ابتداء، وطرحناها عدة مرات ان احنا نريد ان نقدم باستمرار بديل حضاري، بديل افضل في كل القضايا اللي بنطرحها. هلأ مواقف السيارات لعدد من الخطوط بالذات المنطقة الجنوبية، هذه المواقف كانت غير حضارية وغير لائقة وتحدث أزمة في وسط المدينة، في مركز المدينة. فكانت هاي وجهة نظر البلدية بالتوافق طبعا مع لجنة السير المشكلة من المحافظة والشرطة ومديرية النقل والمواصلات. هذه في لجنة سير دائمة هي تخطط لحركة المواصلات وللسيارات العمومي، يعني مواقف السيارات العمومي وحتى الكراجات الخاصة هي موضوع اختصاص هذه اللجنة. فطرح الموضوع أصلا من فترة طويلة، موضوع نقل كراجات أو خطوط المناطق اللي من جنوب طول كرم، الكفريات، فرعون، شوفة، عزبة شوفة وكفا وجيوس وعزون، هاي كل المناطق اللي جنوب مدينة طول كرم. كان الاقتراح أن نقدم موقف جيد مرتب اللي هو ساحة أبو قمر اللي قريبة من مديرية التربية القديمة. هذا المكان هو في محيط مركز المدينة، ليس بعيد عن التسوق. تم تأهيل هذا المكان بشكل جيد، تم عمل يعني مظلات، حمامات، مكان لجلوس السائقين، يعني تم تأهيله بشكل مريح بحيث يستوعب هذه الخطوط. حقيقة وجدنا تجاوب كبير جدا من سائقي الكفريات، خط الكفريات، وسارعوا حتى انهم طلبوا الانتقال قبل ما يعني تكون الساحة جاهزة. يعني اجوا حقيقة طلبوا مني مبكرا الانتقال
فقلنا لهم لابد من الانتظار لتعليمات لجنة السير. الاعتراض المقدم من خطوط فرعون وشوفي وعزبة شوفي وكفى هذه المناطق الحقيقة نحن نقدر وجهة نظرهم أنه يعني أي إنسان مكث في مكان فترة طويلة من الزمن واعتاد على هذا المكان، لكن ليس بالضرورة أن يكون هذا المكان هو المكان الأمثل. يعني الساحة اللي موجود فيها هذه الخطوط الآن هي غير مؤهلة أن تكون ساحة كراجات، هي ساحة عامة، كثير من السيارات الخصوصية يعني بتوقف في الساحة هاي، فهي غير مؤهلة أن تكون ساحة كراجات. ما في أي مرافق للسائقين أو للمواطنين حتى للركاب، ما في. التخوف من أن المنطقة بعيدة، نحن نتكلم عن مسافة 100 متر فقط، 100 متر فقط بين ساحة الكراجات الموجودة موقف سيارات فرعون الحالي وبين الموقف الجديد، 100 متر فقط. أيضا تنزيل الركاب راح يكون هو في المكان القديم، يعني في مركز المدينة، والسيارات بتلف وبترجع كما هو حاصل الآن بالنسبة لسيارات رام الله ونابلس. احنا بنعرف انه بتنزل الركاب في وسط المدينة وبعدين بترجع على الكراج، فيعني هذا مش تبرير حقيقة، المسافة ليست بعيدة، المكان مؤهل اكثر من المكان الحالي. موضوع يعني ملفت للنظر هو مطالبة اصحاب المحلات، اصحاب المحلات يعتقدوا انه وجود مواقف السيارات قريبة منهم يعني هو باب رزق. احنا نقول دائما الرزق على الله سبحانه وتعالى، وحقيقة إذا أغلق باب ربنا بيفتح أبواب، فهذا باب الرزق إن شاء الله تعالى بيكون مفتوح بإذن الله. وأيضا المتسوقين، يعني المتسوقين ما في محلات تجارية في المسافة هاي 100 متر، ما في، يعني هو بالضرورة سيكون تسوقهم من نفس المحلات هاي الموجودة في محيط فرعون، كراج فرعون. بالعكس هناك محلات أخرى قريبة الآن، لما نحكي عن سوق الخضار الموجود تحت البلدية ومحلات أخرى قريبة من هذا المكان، بالتالي يعني المتسوق بيستطيع بيستخدم أي وسيلة، يعني عرباي كذا، حتى ينقل يعني البضائع أو اللي بيشتريه يعني للموقف الجديد. هلأ إحنا حقيقة سندرس يعني هذا موقفنا، دائما نأخذ بعين الاعتبار ملاحظات الناس، شو بإمكاننا نعمل لتحسين هذا الوضع، احنا حاضرين ان شاء الله تعالى. ولكن يعني بعتقد انه ما تم طرحه هو بديل افضل من الشيء الموجود.